خيام واهية وأطفال يحتمون من المطر بأكياس بلاستيكية. الحطب هو الوسيلة الوحيدة للتدفئة. هذا هو الحال الذي أصبح عليه أهالي غزة الذين يعيشون ظروفاً قاسية بين ركام بيوت دمرها قصف الاحتلال ومخيمات نزحوا إليها جنوب غزة. وما يزيد من صعوبة هذا الوضع هو حلول فصل الشتاء البارد وسقوط الأمطار. معاناة سكان شمال قطاع غزة النازحين نحو الجنوب أصبحت مما يتصوره العقل، حيث إنهم يتعرضون بشكل مباشر لأجواء الصقيع، لا يملكون بعد دمار منازلهم حتى الملابس التي تقيهم البرد القارس. اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة ناشدت المنظمات الدولية بسرعة توفير الملابس الشتوية الثقيلة للأطفال والكبار على حد سواء، لا سيما أن النازحين تركوا بيوتهم منذ ما يزيد على 50 يوماً قبل دخول فصل الشتاء. دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية توقعت أن يشهد القطاع خلال الفترة المقبلة موجات من الصقيع والأمطار، وهو ما يخشاه سكان غزة، خاصة مع الآثار الكارثية المحتملة للأمطار على مخيمات اللجوء ومراكز الإيواء التي يتواجدون بها بأعداد كبيرة. فصل الشتاء أصبح بمثابة كابوس يهدد حياة أهالي غزة في ظل نقص الموارد الأساسية وعدم وجود وسائل تدفئة مناسبة، رغم أنهم كانوا ينتظرون قديماً سقوط الأمطار لحفظ مياهها للشرب والزراعة.